بسم الله الحمد لله ربنا أعنا على شؤوننا كلها واهدنا سواء السبيل يا معين. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قومي اعبدوا الله. شنو الغريب فيه؟ واحد يجي يقول لك اعبد ربي، ايه اعبد ايه؟ اعطيك انت وما قدر الله حق قدر. انتم معشر من دعون الاسلام باطلا ما تقدروش يا ربي، ربي ما يجيش حتى على بالكم اللي فما رب. وبعد تحلوا جرغتكم وتقولوا نحن اصفياء الرب، اي رب تقسنون؟ ابليس اللعين اللي اتخذتموه ربا لكم من دون رب العالمين في كل ارواحكم قبل ما يقع ما يقع من صيحه من السماء ولا زلزله في الارض ولا الطين من اقاصي الارض يمشي الى اقاصيها الاخرى وانت ماشي راكم مرتين مرتين، ولا واحد منكم يقول لك انا فعلا مؤمن. من انت؟ من يؤمنك سوى الله؟ الله هو المؤمن هو اللي يؤمن. لما صلح عقيدتك في الله وصلح سلوكاتك مع خلق الله تكون طبيعة، تكون الناس اللي حولك كل شيء أعطيهم ما يستحقون من قدر، فربي يعتبرك أحسنت إلى عيالي أي خلقي، ولك الأجر العميم. ولا عهد من الله الذي لا يقرب الميعاد، والميعاد الذي نخشاه عليكم هو ميعاد أهل جهنم. خد ربما وعد للصالحين والمحسنين ووعيد قد يقع إن أراد الله بالمجرمين اللي انتهكوا كل القيم التي جعل الله نظاما لخلقه، لو كانوا يعلمون لكانوا أسعد خلق الله في هذه الحياة الدنيا. والسلام بالتمام والكمال. علينا أهل القرآن، والحمد لك ربنا أن علمتنا القرآن وأذنت لنا أن نجتهد فيه بالحكمة واليقين، ولا نقول إلا بإذن الله تعالى إلا ما يرضي الرحمن وهو سيدنا. فكيف من تظنون أننا ناس من خيرة أهل الرحمن؟ نحن خيرته، وقال فينا ربنا وقال فينا رسولنا ما يكفينا ويطمئننا، والحمد لله أولا وآخرا.